امرأة طلقها زوجها وعليها طفلين طفلان وعليها طفلان أحسن الله إليك. لها لو قال ولها طفلان أحسن من عليها. نعم أحسن الله إليك. امرأة طلقها زوجها ولها طفلان. نعم. وبيت أهلها يوجد فيه المنكرات مما يضر الأطفال في أخلاقهم ودينهم، هل للزوج أخذ الأطفال في حضانته؟ بلا شك، بلا شك أنه إذا كان البيت اللي فيه الأم لا يصلح للأطفال، عليهم خطر من البقاء فيه في أخلاقهم ودينهم، فيجب على الأب أن ينقذ أطفاله وأن يأخذهم ويتركهم عند إحدى قريباته، عند إحدى قريباته تربيهم. نعم.